هل هناك جلسه مع كابتن حسام البدري؟ طبعا لان الفتره القادمه يعني خلاص بقى فتره تصفيات كاس العالم، فتره محتاجه تحسين التصنيف، فتره محتاجه ماتشات وديه. ايه اللي هتعمله الفتره اللي جايه يا كابتن احمد؟ بالفعل النهارده كان في جلسه مع الكابتن حسام بدري، كانت جلسه مطوله في وجود الكابتن محمد بركات مدير المنتخب، في وجود احمد حسام عوض ومحمد الشواربي اعضاء اللجنه، ويمكن قعدنا اكثر من ساعتين وشويه بنتكلم في كل الامور والتفاصيل، سواء بعض الملاحظات على الفترات السابقه من الكابتن حسام او من مديرنا، وبعض الطلبات والمتطلبات للفتره المقبله. ان شاء الله باذن الله تكون في اجتماعات مستمره للمرحله المقبله. يعني خلاص احنا لنا صوت يعلو فوق صوت المنتخب. ايوه ان شاء الله عندنا مباراتين في منتخب السعوديه في شهر 6، انجولا، هنبدا بانجولا في مصر باذن الله، ثم الجابون في ملعبها، وكمان ماشي دلوقتي في احسن حالاته، بالاضافه لمنتخب انجولا في بدايه التصفيات. ما اظنش انه هيكون يعني رقم سائغه. لا خلي بالك ان انجولا لسه ضربة الجابون 2-0. ما انا بقول لك انجولا ثم الجابون اللي هي يعني انجولا لسه كاسبه الجابون 2-0، ده الاثنين لعبوا بعض. احنا عندنا المبارتين هنلعب الفريقين بقى. ايوه 6، فالمساله ما هياش سهلة، ما هياش رحلة وما هياش لا خالص. وبالإضافة بعد كده لشهر 9 عندنا مباراتي المنتخب الليبي ذهابا وعودة، وأنت عارف برضو المسألة بين دايما مصر وليبيا بتبقى المباريات فيها شكل من أشكال التنافس، فالمسألة ما هياش بالسهولة اللي الناس فاكراها، لكن إحنا إن شاء الله بإذن الله هنبذل كل ما في وسعنا للتقديم كل المساعدة للكابتن حسام البدري وجهازه المعاون. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله عشان نقدر نتخطى المرحلة المقبلة إن شاء الله بشكل كويس. طيب حضرتك هل هيكون لاتحاد الكورة أو اللجنة أو حضرتك دور في إن محمد صلاح يشارك مع منتخبنا في أولمبياد طوكيو؟ إحنا بالفعل كان بناء على رغبة الكابتن شوقي غريب، وده برضه أمر طبيعي ومنطقي. بالفعل بدأنا في مخاطبة نادي ليفربول، وإن شاء الله بإذن الله طبيعي جدا ان هم ياخدوا راي محمد صلاح. احنا بعتنا لهم يعني طالبين ان هم ان احنا عندنا رغبه ان محمد صلاح يقود المنتخب في اولمبياد طوكيو، وده بالنسبه لنا شيء مهم ونجم كبير، وكل الكلام ده قلناه بشكل واضح في خطاب قرص بالفعل في اليوم التالي لمباراه بوز العمر. وبالفعل تلقينا ان يعني رد ان الجواب وصل، المقدمه وصلت، والمساله تحت الدراسه والمناقشه ما بين الجهاز الاداري والفني وليفربول ومحمد صلاح نفسه، ان احنا متاكدين ان محمد صلاح نفسه، يمكن ده يعني انا بقوله على مسؤوليتي، ان هو يعني ادى استعداده للدفاع عن الوان المنتخب ان شاء الله باذن الله في كل المراحل اللي يقدر يقدم فيها مساعدته، لكن في النهايه القرار مش بيده لوحده، واحنا بنتمنى او يعني بنرجو ان طلبنا يلقى القبول عند الاداره الفنيه للنادي. باشمهندس بشكرك وبالتوفيق ليك، وانا عارف ان انت قادر الفتره القادمه ان شاء الله للم الشمل، وان منتخبنا ان شاء الله يعدي مراحل مهمه جدا 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 طبعا من اجل الوصول لكاس العالم في قطر، وده يمكن حلم جديد بيراود كل جماهير الكره المصريه ان شاء الله تكون المره الثانيه على التوالي للصعود لكاس العالم.